المعلين. هناك خمس حرائق اخرى وعندها منذ البارحه وهي راهي شاعله بمنطقه تاريست ببلديه فرهاد، وكذلك بسيدي سميان حجره الرص وسيدي غيلاس، وين في سيدي غيلاس راه حتى الحرائق قريب يعني ضروا منه المواطنين. ولا المصالح تاعنا راهي بالتنسيق مع مصالح الميداني، راهي حنا رانا استعملنا كل الريتم المتحرك، كل العتاد، كل الامكانيات البشريه والماديه راهي في الحرائق هذه السته، حتى الاعوان الموسميين هذوك اللي نوظفوهم في الصحيفه راهم يخدموا مدى يدويا لاخماد هذه الحرائق. سيد محافظ خبرات عاديه، هذه هي العمل البشري هو السبب الرئيسي لهذه الحرائق بسبب مباشر او غير مباشر، نقدر نقولوا لا مبالاه الاهمال، اذا مستحيل الحريق ينشب والله يبدا بدون العمل البشري بتهاون، وخاصه هنا سكان المناطق الغابيه اللي راهي اهله بالسكان، هناك من يقومون بتوسعه فلاحتهم، هناك من يقوم بتلقيه المزارع والاساتذه تاعهم، ولسبب ما يكون هناك تهاون، ومع الظروف المناخيه المساعده هبوب الرياح ولا الاعياد الوطنيه والايام الاسبوع الايام راحه هي تكثر فيها الحرائق. فديما نذكر نقول انه جبل شلوه هو الرئه تاع ولايه بازا، هو مخبر على الهواء الطلق، هو محميه مصنفه من طرف السيد ولي قرار السيد ولي الولايه، ديما نطالبوا في المواطنين باش يحميوا هذا المكسب هذا، هذا الكنز هذا، للاسف رانا نشاهدوا كل سنه الشيء اللي تبقى راه يتحرك. للاسف قامت مر مجال شعب جوا أمير عام مش مديره مجال أول حاجة جمر لقيها.